بيجامل او كذا. كنت تقصد ان ده مستواه اخر سنتين هو ما يعني بيقدم مستوى سيء في يعني، وكان الاعتماد عليه في مباراه زي دي الحقيقه امر غريب يعني. طيب صبري اخيرا قبل بس بطلع الفاصل ده، معاك خريطه توزيع الاستحواذ ولا دي خليها في الاخر؟ خليها في الاخر دي، انا عايزك تقول لي ارقام المباراه وتعليقك عليها. طيب احنا معانا ارقام المباراه ممكن نستعرضها، وهيبقى من ضمنها برضو الكلام عن الفاولات الكتير اللي اتحسبت، لو نشوفها بقى الارقام اللي واضحه في هذه الارقام. صحيح، لان في ارقام مهمه محتاجين ان احنا نعلق عليها. اتفضل. طبعا كان في كارتين اصفر هنا وكارتين اصفر هنا، الفاولات هنا 21 وهنا 8، 29 فاول اتحسبوا في المباراه. الاهلي كان ليه 3 كورنر، في حين ان الترجي ما فازش بولا ضربه ركنيه خلال المباراه، وده يوضح لك قد ايه احنا تنظيمنا الدفاعي كان مميز جدا. 3 مرات لعيبه الترجي بتقع في الاوفسايد قدام مره للنادي الاهلي، والمحاولات هنا 8 وهنا 8، الاهلي اليوم محاوله واحده صحيحه على المرمى، الترجي ملوش ولا محاوله صحيحه على المرمى، الاكس جي هنا هدف ونص تقريبا او ما يقرب اقل من هدفين، وهنا الاهلي ما كانش له فرصه حقيقيه خطيره، حتى الكورتين اللي سددناهم على المرمى كانوا من بره منطقه الجزاء. صناعه الفرص، الاهلي صنع 6 فرص والترجي صنع 4، الارقام الهجوميه للاهلي الحقيقه اقوى لو نكمل بقيه الارقام. الاستحواذ 53 و47، لكن احنا معانا خريطه الاستحواذ مهمه هنبقى نتكلم فيها بعد كده. الوقت اللعب الفعلي بتاع المباراه دي كان حوالي 54 دقيقه. اوكي. ومباريات الترجي عموما 50 من 90 عموما خلال البطوله هو ده الافريج بتاعها. يعني هم بيعرفوا يعطلوا اللعب كويس. اللعب كويس، ودي نقطه مهمه لازم نبقى عاملين حسابنا عليها يعني. التمريرات هنا وهنا طبعا الاستحواذ كان للترجي بشكل اكبر، لكن احنا بنتكلم في يعني بس ليس فرق 5-6% يعني حوالي 3 دقائق. حوالي 3 دقائق لو قسمناها يعني بالمينتس يعني بالدقائق هم 22 دقيقه واحنا 19 دقيقه. الباسز هنا كان 467 منهم 389 صحيحه، الاهلي كان 404 منهم 332 تمريره صحيحه. شورت باسز طبعا برضه نفس الموضوع 364 319 صحيحه، والناحيه الثانيه 366 منهم 410، النسبه بتاعتهم 89 81 قريبه. أيوة. جدا في المعدل. اللونج باسز هنا الاهلي كان 34% التمريرات الطويله صحيحه، والناحيه الثانيه كان النسبه اعلى شويه 38%. العرضيات كانت 25% للاهلي نسبه دقتها، الناحيه الثانيه كانت 50%. الدريبل او المراوغات الاهلي كان عنده 67% نسبه المراوغات الصحيحه 4 من 6، الناحيه الثانيه كان 11 منهم 7 صحيحه. فزنا بالكره 79 مره وهنا 82 نسبه متقاربه، وخسرنا الكره 37 مره وهنا 39 برضو النسبه متقاربه جدا. المباراه كانت متوازنه الى حد كبير، الاهلي يمكن هجوميا كان شكله افضل شويه، وبشوف ان يعني ان معلول لو كان متاح في المباراه واستكمل المباراه كان هيبقى شكل الاهلي كمان افضل واخطر في خلال اللقاء، لكن قدر الله ما شاء فعل. النتيجه هرجع اقول تاني، هي نتيجه كمين واسوا نتيجه ايجابيه ممكنه. ان شاء الله في العوده ما نستقبلش اهداف، ودي اهم حاجه، وان شاء الله نقدر نسجل بدري، ده هيسهل علينا كتير يعني. طيب.